رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. في هذه الفقرة عندنا سيدة كويتية مبدعة تميزت في مجالها، هي أب ديزاينر مصممة تطبيقات. نوفل عطار أول فتاة كويتية تحصل على موافقة لتطبيقها شاورما سماش عبر مواقع عالمية. راح نرحب فيها في البداية، نقول لي صباح الخير نوف، منورتنا في شاي الضحى. صباح النور، هلا فيكم. صباح الورد، هلا والله نورتينا. راح نتكلم أكثر عن التطبيق اللي حضرتك مصممته، لكن من بعد ما نتابع هذا التقرير. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير، وشفنا بالتقرير نوف ما شاء الله يعني عندك مواهب، وشون انك فكرتي انك تسوين اللعبه نفس هذه، وكونك يعني بنت كويتيه وشابه صراحه نفتخر بشغله نفس هذه. شلون بديتي فكرتي انك تطبقين اللعبه هذه؟ انا كان عندي طموح اصلا افتح بزنس، بس ما كنت اعرف باي مجال. فنين بديت ادرس التكنولوجيا ودشيت مجال الكمبيوتر، فكرت أنا بسوي شيء مجال الكمبيوتر، مدام لأن هذا المجال اللي دشيت فيه وتعمقت فيه، وسنتين درس self study، أنا درس بروحي ودرس خلال عبر الإنترنت، وزوجي لأنه مهندس كمبيوتر وعنده ماجستير في الكمبيوتر ساعدني أن أكمل الدراسة. فأنا قاعد أدرس وقاعد أدرس كودينج، فكرت أنا لا أبي أسوي شيء. بعدين مع الوقتين فكرنا، أنا قلت خل أسوي آب، بس شنو الآب اللي بيسويه؟ فجت الفكرة أن خل أسوي لعبة. زين أبي أسوي لعبة، بس شنو اللعبة اللي بيسويها؟ فعلى ما فكرت يعني قلت أبي أسوي شيء جديد، بس مو جديد يعني وايد، لأن عشان تصممين لعبة it takes effort، في وايد يعني مواضيع تدشينها. فنفكرنا لا نسوي شيء في الاكل، لان الناس وايد تحب الاكل. صح. يعني صح. يعني العالم كله يحب الاكل. وقلنا نبي نسوي لعبه مو بس حق الكويت او حق الخليج، لا حق العالم العربي ككل. فكذي شلون جت فكره الشاورما والحمص والبقلاوه والخبز اللبناني. كل يعني جت الفكره، فكرنا زين شنو اسهل شيء؟ اللعبة اللي تحطين ثلاثة أشياء يم بعض وتربحين، تحصلين بوينتس، توصلين ليفل، شيء سهل وشيء ممتع، وبنفس الوقت أقدر أحط يعني بصمة دول العرب، يعني صح. في 22 دولة عربية. نعم. نحط بصمتهم كلهم والأكلات العربية. حلو. فالفكرة جت من احنا عارفين طبعا تأثير يعني هذه الألعاب على أي شخص يستخدمها، فأنت تأثيرك راح يكون إيجابي في نشر ثقافة عربية لكل العالم. إذا بنتكلم عن الاسم شاورما سماش، ايش معنى استخدمتي هذا الاسم؟ هذا السؤال وايد يسالوني، ايش معنى شاورما؟ نعم انا حسيت انه تطبيق حق مطاعم شاورما شيء. اي هذا اللي وش حزبالهم، قلت لا ما حد داعمني، ماكو مطعم قال لي سوي. لا هي بدت شنو، انا زوجي لما تزوجنا طبعا نيولي ويدز، اول يعني كنا نقعد نص الليل نروح الجمعيه، نروح يعني نروح ناخذ صمونا شاورما، فانصارت الشاورما شيء يعني مهم، لأن عادي ثلاث مرات بالأسبوع بنص الليل، يعني الساعة واحدة ثنتين الفير رحنا مرينا ناكل شاورما، نقعد بالسيارة بناكل ونسولف. فانصارت الشاورما شيء مهم بالنسبة لنا، والشاورما أكلة مشهورة يعني بالعالم. يعني كل من يعرف أنها أكلة عربية، يعني دول الخليج، دول الشام، نورثن اوف افريكا، كل من حتى في اوروبا يعني يعرفونها اكله عربيه. فلان فيها يعني بيرسونال كونكشن لي انا وزوجي، وكونكشن للعالم العربي، فقلت ليش مو شاورما، وبديناها مع شاورما. شغله حلوه وابداعات حلوه حق بنت كويتيه انها تبدع بالاشياء هذه، والاسامي حتى ترى الاسم الغريب يعني ممكن يكون يضيف لها يعني شهره اكثر. لما بديتي بالفكره هذه وسويتيها، منو اكثر شيء او شخص يعني شجعك انك تكملين المشوار هذا؟ وهل تلقيتي دعم من القطاع الخاص؟ هل في قطاع خاص تبنى الفكرة هذه وقدم لك الدعم؟ طبعاً أول واحد شجعني وكان معي زوجي، هو كان مشروع سري. ما حد كان يدري أنا شنو قاعد أسوي، حتى رفيجاتي وبنات خالتي يقولوني يعني ما نشوفك، أنت وينك؟ بالبيت قاعدة أدرس. شنو قاعد تدرسين؟ يعني يدرون أنا بالجامعة، بس يعني 24 ساعة قاعدة قدام الكمبيوتر، أنت إيش قاعد تسوين؟ وإحنا عندنا غرفة يعني متروسة كمبيوترات ومتروسة أجهزة، يعني انتوا ايش قاعد تسوون في البيت؟ ف بديت يعني قعدت سويتها بالطريقه، وماكو يعني من هناك، فزوجي هو اللي شجعني. القطاع الخاص ما حد كان يدري، قلت لك يعني فن ماكو غير يعني زوجي والناس اللي يدرون القراب مني اللي يجربوا اللعبه. حلو، يعني نقدر نقول ان شاورما سماش انطلقت من غرفه العمليات السريه عندكم في البيت. حلو. اذا نبي نتكلم عن المفهوم اكثر، مفهوم اللعبه نفسها، اكيد في ليفل، شرحي لنا اكثر. اوف كورس.
شاورما شماش فيها كذا ليفل. احنا الحين عندنا 105 ليفل انا موجوده الحين بالجيم نفسها. طبعا الحين قاعد اطور ليفلات زياده، وانا ما سويت الجرافيكس، جبت واحد هو يسوي الجرافيكس، انا الكودينج عليه الليفلز عليه البرنامج نفسه انا سويته، ولكن الجرافيك واحد ثاني سواه. نعم. انا خليت واحد يسويه. في عباره عن كذا ليفل، في ليفلات اللي تسوين كونكت ثلاثه، تسوين ماتشنج على ثلاثه، وطبعا على كل ثلاثه تحصلين بوينتس. وبعدين في ليفلات ان يكون في مربع اخضر، هذا الاخضر عن شكله خس. سويته خس. حلو. فكل ما تشيلين هالمربع الاخضر يطلع لك 100 بوينت. نعم. فكل ما تحصلين 100 بوينت يعني توصلين ليفل، يعني تروحين ليفل ثاني فوق. اي انسان كل ما راح العب هاللعبه انا راح اكل احس إيه؟ انا راح يوعني. انا عندي ادمان حق الالعاب هذه، يعني عادي اطوف الالف مرحله الالف واكملها يعني، فشكلي انا راح ابلش اجرب إيه؟ العبها. بس لعبه نفس هذه اكيد تحتاج اعلان بالسوشيال ميديا إيه؟ فهل اعلنتي عنها بالسوشيال ميديا عشان الناس يشوفونها ويتعرفون عليها؟ اي اوف كورس اعلنت عليها بالسوشيال. اصلا اول مكان اعلنته على الانستغرام مالي، يعني هذا اول مكان. بعدين سوينا انستغرام حق البزنس، لان اللعبه تحت شركه، الشركه اللي يملكها اسمها دارك فيلد ماتريكس، فسوينا انستغرام حقها ونزلنا اللعبه فيها وانشرنا الصفحه، انشرنا صفحه على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، وزوجي واخوي ويعني اخواني ورفيجاتي يعني انشروها، فالسوشيال ميديا انطلقت يعني على طول. نعم. يعني قاعد نلاحظ ان اي تطبيق يكون موجود في الانترنت يكون في عليه اقبال كبير، وفي تطبيقات وصلت للعالميه. صح. وصار عندهم اسهم في الملايين والمليارات. صح. واصحابها يعني وصلوا لشهره وايد كبيره. صح. هذا دليل كبير ان هذه التطبيقات لها اهميه كبيره. صح. في المجتمعات العربيه وايضا الغربيه. ايش كثر عندنا في الكويت في اقبال على تصميم هذه التطبيقات؟ قاعد نشوف دائما التطبيقات المشهوره اي تكون جايه لنا من برا. احنا صح. في الكويت ايش كثر قاعد يعني ننتج او نصدر تطبيقات للخارج؟ ما يعني ما شفت يعني وايد غير يعني كم يعني ويب سايت يعني بطل يعني كويتين، ولكن يعني السوشيال ميديا بالذات وايد فيها، يعني عندنا وايد كويتيين، عندنا وايد خليجيين، وايد عرب فيها. الانترنت او التكنولوجيا صار مو بس الهاردوير، في سوفتوير الناس اللي تستخدمه. فالانستغرام، الفيسبوك، التويتر، الويب سايتس، يعني هو مو بس تطبيق اب او تطبيق الويب سايت، يعني الانفلونسرز الموجودين على الانستغرام يعني شيء مهم، لانه يخلون الناس تتابعهم، يعني يمثلون ديرتهم، يمثلون دول العرب، هذا شيء مهم جدا. طبعا اكيد شغله مهمه. والحين بعد ما انجزتي اللعبه هذه اكيد يكون عندك مثلا طموح انك تنجزين شيء ثاني، هل في بالك تصميم لعبه ثانيه او شغله ثانيه؟ اي حاليا عندنا احنا افكار وايد، عندي كتاب شمتنا في البيت في افكار على الالعاب اللي نبي نسويها. طبعا كل الالعاب راح تكون ان يعني تفكير عربي وان حق العربي كاستمر. حلو. اي انا علشان العربي يحس ان في شيء يمثله. اغلبيه الالعاب الموجوده على يعني على الاب ستور وعلى جوجل بلاي كلها يعني غربيه، ويعني اشياء يعني هم they feel connected to، مو احنا. صح. ف كذي ليش كنت سويت شاورما سماش؟ ابي العربي يحس ان في شيء يمثله، في شيء انه يقدر يحس انه يقدر يلعبه، انا يستانس او هذا شيء يمثلني. نعم. يعني احس ان في كونكشن بيني وبين اللعبه. حتى اولياء الامور اتوقع راح يكونوا مطمنين لما عيالهم يلعبون هالنوع من الالعاب، فيها يعني يتعرفون على امور خاصه بعاداتهم وتقاليدهم، الاكلات، الكلمات العربيه ايضا، عكس الالعاب الغربيه اللي صح. ممكن فيها افكار دخيله على اطفالنا، وقاعد نشوف للاسف النتائج السلبيه على هذه الالعاب. صح. للاسف. على اطفالنا بشكل كبير. صح. اذا نبي نتكلم عن التصاميم بشكل اكبر واعمق، ضيفتنا الاولى راح تسوي لنا بطاقه تهنئه حق شاي الضحى. المفروض بعد تسوي لنا لعبه حق شاي الضحى. لا ان شاء الله احط لكم ليفل حق شاي الضحى. شاي الضحى لازم. هو اكيد شيء حلو. يعطيك العافيه، صراحه استمتعنا معك وايد، ونتمنى لك التوفيق ونفتخر فيك اكيد. مشكورين. شكرا لك نوف العطار، نورتينا في شاي الضحى، وراح نتم ان شاء الله على تواصل معك، نشوف اخر المستجدات في عالم التطبيقات عندنا في الكويت. شكرا لك، نورتينا. مشكورين. يعطيك العافيه. مستمرين معاكم انا وانسام، لكن أكيد. بعد ما نطلع هذا الفاصل.